41 ألف مجندة بالجيش، دور المرأة في الحرب الروسية الأوكرانية. من كتيبة الموت المكونة بالكامل من النساء إلى فوج القاذفات الليلية رقم 588، واللي أطلق عليه النازيون لقب ساحرات الليل. هنرصد تفاصيل مشاركة المرأة بالقوات المسلحة الروسية. سمح للإناث بالتجنيد رسمياً في نوفمبر 1992 بموجب مرسوم رئاسي، وطبقاً لإحصائيات رسمية بلغ عدد المجندات بالجيش الروسي ما يقرب من 41 ألف مجندة، بينهم 4000 ضبطة و44 برد بتعقيد، وهو ما يشكل حوالي 4.26% من إجمالي القوات. وعلى عكس دول أخرى زي النرويج وإسرائيل، التجنيد النسائي بالجيش الروسي مش إجباري، ولكن المرأة بتخضع فيه لاختبار جسدي واختبار الحمل قبل ما يقبلوها. والنساء فيه ما بتخدمش في وحدات منفصلة، لكن في سكنات ودورات مياه منفصلة مخصصة للنساء، وبتخدم النساء في الجيش وقوات الفضاء والبحرية وكمان قوات الصواريخ. لكن لا يسمح للمرأة بتولي أدوار قتالية في الخطوط الأمامية، بالتالي بيحظر عليها الخدمة في سلاح الطائرات أو الغواصات أو الدبابات، كما بيحظر عليها أيضا العمل في الميكانيكا وواجبات الحراسة. في الغالب بتعمل النساء المجندات في مجالات الاتصالات والطب وعلم النفس، وبتعد أكبر رتبة حصلت عليها امرأة هي نائب وزير الدفاع، واللي بتتولاها تاتيانا تشيفيتسوفا.